معادلة صعبة شوي في فصل الصيف إنك تحافظ على الأناقة بتاعك في نفس الوقت تكون شيك ومحليك. وإحنا نعرفوا اللي إحنا في التوقيت هذا عام السنة الأولد ماني ستايل، كي نقولوا موني ما تتفاجعوش راهو مش معناها باش تصرفوا برشا وراهو غالي برشا، لي أولد ماني ستايل راهو مهيمن، زادة كيف كيف المودست فاشن مهيمنة الموضة المحتشمة. الأولد ماني ستايل شكون فرضوا علينا السنين هذوما؟ الملوك والأمراء والأميرات، خطر ولينا نشوفوا تصورهم برشا في السوشيال ميديا، دونك فرضوا ستيل متاعهم اللي هو يخليك أنيق في الصيف. قولي كيفاش. أول حاجة ما نلبسوش حاجات مولان برشا على البدن، حاجة تبدأ ضيقة غاصرة البدن بتاعي نتفاديها، ما نلبسهاش في فصل الصيف على خاطر تزيد تسخني. نلبس حاجة أمبل وإلا أوفر سايز، مش الناس كل يمشي معاهم الأوفر سايز، دونك نمشي نلبس حاجة دغوات اللي تبدأ أمبل مفردة على بدني، نحكي عن سي ونحكي عن الرجال. زيدة كيف كيف في الألوان، ما نكثرش برشا برشا من الألوان. نحاول إذا كان لبست ليزام بخيمي ناخذ لون من ليزام بخيمي هذيك نكمل النسق به لبستي، إكا لي كونتراست الكبار متاع لي كولور ما عادش ديرجي. نلبس المونو لي لوك مونوكروم، معناها طليله واحده بلون لون واحد، ونعرفوا زادة كيف كيف الابيض مهيمن. لي كاليتي نتاع التيسو، نلبسوا القمرايه، نلبسوا الحاجات اللي فيهم معناها التوب تاع الكوتون يكون عالي فيهم. القمرايه ما تخافوش منها، فما عباد يقول لك نلبس القمرايه تتكمش فيش فيسع، لا، القمرايه على قد ما تتكمش على قد ما الشغم نتاعها يقوى بالضروره، ما تخافوش منها. ما تقولش راني لبس سروال قمرايه مكمش، لا، راهو الشغم نتاعها يقوى فك التكميش. وساعات نراو راهم المشاهير راهو نقول بربي ايش فيه سروال مكمش ولا روبتها مكمشه، كيفاش تختار تظهر بالمظهر هذاك؟ خاطر هي وقتها تلوج باش تبان شيك او ميم طون حاجه تبردها فك الصيف. والا زاد كيف كيف الرجال لي بونطالون القمرايه، زاد كيف كيف عندنا قطعه اساسيه اللي هي البرمودا إكا الشورت اللي يبدا طويل اللي فوق الركبه شويه للنساء وللرجال. اما زيد نعرف كيفاش نوظفه وكيفاش نلبسه. لي تيشيرت نلبس كيف كيف الاوفر سايز والامبل، إكا لاجوستي القريب للبدن نبعد عليه راهو يزيد يسخني ويشعلني. نبعد على توسكي حاجات فيهم فيسكوس راهو هذاك يقلق البدن ويخرج ريحه خايبه برشا. العبيد اللي عندهم مشاكل بتاع التعرق الزايد واللي بين على الدبش، اذكم ننصحهم يلبسوا لي زامبريمي باش ما يظهرش باش ما يظهرش ونتفاداو المشكله هذيك. وزاد عندنا حكايه الاندر شيرت، الحاجه اللي نلبسها تحت الدبش، يا اما باش تمنع عليا العرق والا باش ما تخليش منظر كيما نقولوا احنا كالخلعه ولا حاجه تبدا تخسي سورتو تحت حاجه بيضه ولا ترونسبارون. الاندر شيرت راهم متوفرين بالالوان الكل، نحاول نقرب لو ماكسيموم لون البشره نتاعي، فما في النوار فما في الغري في المارون وفي البيج. نبعد على اني نلبس حاجه بيضه تحتها حاجه بيضه، هكاك راك تطيح في البيج بتاع قله الاناقه. فهمت؟ فما الاندر شيرت كيما قلت هذوما يحميونا من التعرق وما يخليوش العرق يبان، زاد كيف كيف يخليو المظهر نتاعي يبان انيق. اما لي سوان ما يسالش، اول الصيف اصرف على سوان باهي في وجهك في يديك وفي ساقيك سورتو، ومن بعد كمل سوان عادي. فما ديزاستوس سامبل على الاخر، تو نزيدو نحكيو فيهم نهار اخر ديزاستوس هذوما. فهمت؟ اصرف انت من الاول ومن بعد تلهي بهم وحدك، راهو من الاسباب اللي تطيح لك الانيقه نتاعك ومظهرك في الماء انه يكونوا ظوافر يديك والا ساقيك والا البو نتاعك تبدا ماهيش حلوه بمظهر ماهوش مزيان في فصل الصيف. زاد كيف كيف نحكيو حتى على الشعورات. أي دو بريفيرونس الشعر يكون ملموم لو ماكسيموم، كان تواتيك الكوب القصيره يا حبذا في فصل الصيف، سينو شعر يكون ملموم. في الساقين ما نلبسش حاجات مسكره، كل شيء كي نتلز لي ساندال تويكا زاده كيف كيف لي كلاكيت طالعين تري اوريجينال راهم ما يطيحوش من المظهر بالكل. راك ما تقولش ماشي باش ليك راهي حاجه تراندي على الاخر كي تلبسها، سورتو كي تعرف تختارها وتعرف تنسقها. زاده كيف كيف السنيدل المزيانين تويكا طالعين كسنيدل ستيل اللي بالخيوط نقولوا احنا هذوكم سيت شو اسمه ستيل اللي كانوا يلبسوهم قبل في دي سيكل القديمه، فهمت؟ بتاع اليوس قيصر وكذا كما يبدو بالخيوط، نسيت التسمية متاعهم، هذوكم راهم ياسر مزيانين. لولات أمان سيرتو بلي البسوا لي شوميس،
راهم قطعة تراندي على الاخر. اما حاولوا نبعدوا على سوبر بوزيشن، مش شميز محلولة تحت بونتالون، ما تلبسش اكثر من قطعتين. اي ما تلبسش اكثر من قطعتين، معناها كي نشوفك ما تكثرش من لا سوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن خليوها في الربيع وفي الشتاء. في الصيف اكثر من قطعتين ما تلبسش. البسوا لي سانتور، البسوا الفلوري راهو طالع. ما تقولش انا راجل ما نلبسش الغاز ما نلبسش الفلوري، لا البسوا الحاجات هذيك بالوان هاديه. نمشيو لي زاكسيسوار نقصوا لو ماكسيموم، ماهوش وقت باش تكثر فيه من لي زاكسيسوار. لي زاكسيسوار طوي كطالعين لي كولور وكل شيء، حاجه وحيده ساعات دي بوكل دوغي والا سلسله تكفي بالغرض. هكا لي زاكسيسوار البرشا وكل شيء ما عادش ديرجي. اون بلوس راهم في الصيف تظهر تظهر الكاليتي نتاعهم، فهمت، مع العرق مع لي بارفان وكل شيء. مشيو لي بارفان هاي برا، اسمع شفت لنا التفاصيل الكل ترى هكا باش تردوا بالكم اللي ديتاي هذوما الكل. لي بارفان نبعد على توسكي عنبر، توسكي عود، توسكي حاجات فيهم تو عالي بتاع فاني. مشيو الحاجات فخيش، ميسالش البارفان هذيك بتلوحيش خبيها يجي شتاء تنجم تبارفم بها. مشيو الحاجات فخيش على الاخر، حاجات فيهم فخوي فيهم لي فلور، حاجات خفيفه. راهو العبد اللي يبدا معاك ساعات يتقلق من الريحه، من الريحه كي تبدا قويه. فما انواع من غير من بيان سور من ما نسميهم، اما انت من ريحتهم من التيست نتاعهم تعرف. الميك اب زيدا مش وقت باش نكثروا فيه الميك اب، سورتو على البحر رمان راني راه في طالونيت راهو اون ديري ماشيين العروسات. الحاجات الكروشي زيدا كيف كيف ما نخافوش منهم ايمان، للنساء وللرجال. فما عبيد تقول لك الكروشي هذاك صوف يسخني في الصيف، بالعكس هذوكم اللي تخول اللي فيه معناها الحاجات الاجوريه اللي فيه راهم يفرهدوا ويدخلوا الهواء البدن مليح مليح. ولكل مقام مقال، امان لكل بلاصه راهي عندها دريس كود معين وعارفوا شنو تلبسوا فيه. ميرسي سروره، يعطيك الصحه. تقريبا درت على التفاصيل الكل في علاقه بالاطلاله نتاع الصيف. نعملوا في اخطاء ميك تجي سروره، نحاولوا انه نصلحوها من الاخطاء هذوما. كانت هذه الاستوس نتاعنا لليوم. استوس احنا نكملوا معكم بالموزيكا في ويكاند على الكيف. عنا الموزيكا متاع صديقنا منذر يزيدي باش نسمعوها تود سويت، امير لونتون هذه اللي نهديوها له، الموزيكا اللي طلبها معنا في ويكاند على الكيف. نرجعكم بعد شويه ما تبعدوش. اسمع الغرايب والعجايب واقوى الحكايات في بولا الريف.